أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عن قرب مع أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية. ساعة تلو الأخرى تلاحقنا أخبار مأساوية من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن تطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمستمر ليومه 260. وحينما نبحث عن تداعيات هذا العدوان على الإقليم والعالم نصل دائما إلى الوضع الخطير في بلاد الأرز وتحديدا في الجنوب الذي اقترب من الانفجار في أي لحظة لتتحول الجبهة اللبنانية إلى حرب إقليمية شاملة قد تأتي على الأرز والبلاد ويمتد لهيبها إلى كل الشرق الأوسط هذه المرة. فنحن العرب أمام جرحين بالمنطقة الآن ينزفان ألما وبؤسا ظلما وقهرا، أحدهما في غزة والآخر في لبنان، ولا يزال الجرحان يطرقان ضمائر المجتمع الدولي النائمة وتسأله الدماء العربية طاهرة أم ألم يحن الوقت بعد لوقف آلة البطش الإسرائيلية عن استهداف البشر والحجر؟ ألستم قادرين على ردع بنيامين نتنياهو الدموي بعدما تأكد العالم أجمع أن تعنته واستمراره في الحرب متعددة الجبهات ما هو إلا لبقائه في السلطة ولحماية مستقبله السياسي فقط؟ ألا تتابعون انتفاضة آلاف الإسرائيليين بين الحين والآخر للمطالبة بعزل رئيس حكومتهم جراء سياساته الحمقاء؟ وها هو التخبط العسكري والسياسي يضرب مفاصل حكومة الاحتلال وامتد الخلاف بين رئيس الحكومة ومعاونيه إلى العلن، وها هي العلاقة بين نتنياهو والبيت الأبيض تشهد مزيدا من التعقيد بسبب تصريحاته المهينة حول شحنات الأسلحة الأمريكية، ومسؤول تلو الآخر ينسحب من الإدارة الأمريكية مقدما استقالته للاحتجاج على نهج تعامل واشنطن مع الحرب على غزة وفق استراتيجية عناق الدب. ووسط كل هذا وذاك لا تزال حكومة الاحتلال تمارس المراوغة والمماطلة وتطلق سهام الأكاذيب والافتراءات على كافة الأطراف، لكن بات لسان حال العالم يقول الآن لنتنياهو لقد طفح الكيل ونفد الصبر، الحساب قادم والعقاب رادع ما لم ترضخ تل أبيب لمطالبة الجميع بالسلام. فالسلام آت لا محالة وإن غدا لناظره قريب. تاريخ إسرائيل في إطلاق الأكاذيب والتفنن في اختلاق الشائعات طويل جدا، فمنذ نشأتها وتعتمد على ثقافة التضليل والتدليس لتصفية القضية الفلسطينية وإهدار حقوق الفلسطينيين. سادت ثقافة الكذب الإسرائيلية حتى قبل عام 1948، واعتمدت تل أبيب على سياسة لي الحقائق وإطلاق ادعاءات وهي تارة لإثارة التعاطف الدولي وتارة أخرى لتفادي المسؤولية عن ارتكاب أي أعمال وحشية نفذتها ضد الفلسطينيين. فهي من روجت لأكذوبة فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، محاولة أن تؤسس لمزاعم واهية ترددها لسنوات وسنوات بأن فلسطين ملك للشعب اليهودي، على الرغم من أن الهجرة اليهودية للأراضي المحتلة بدأت في القرن 19. كما أن إسرائيل استخدمت الأسلوب ذاته في زمن النكبة، فعلى الرغم من إجبار الميليشيات الصهيونية الفلسطينيين على ترك منازلهم والرحيل عنها اختلفت واختلقت تل أبيب روايات مزيفة تزعم بأن الفلسطينيين نزحوا من تلقاء أنفسهم. ولم تتوقف أكاذيب إسرائيل عند تزييف أحداث النكبة مستمرة في قلب
الحقائق. فعلى الرغم من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها على مر تاريخها لتصفية القضية الفلسطينية، تحاول طمس الحقائق وتتلاعب بالمعايير، مدعية أنها لم تسعى أبدا للحروب، وأن ظروف وضعتها وسط منطقة ملتهبة وكأنها ضحية تحاول الدفاع عن نفسها. ومنذ بداية عدوانها الغاشم على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل إطلاق حملات من الأكاذيب والتشويه، مستخدمة كافة منصاتها الإعلامية ومنصات الدول الحليفة للترويج لروايات مزيفة كان على رأسها كذبة قطع رؤوس الأطفال وخرافة مساعدة الأونروا لحركة حماس واستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية وخرافات أخرى كثيرة، كشف بعد وقت قصير أنها من وحي خيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في هجومه المجرم على الفلسطينيين. ولم يسلم الدور المصري أيضا من الافتراءات الإسرائيلية وحملات التشويه، فعلى مدار الشهور الماضية حاولت تل أبيب النيل من كافة المجهودات الكبيرة التي تقدمها القاهرة للحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء العدوان على القطاع، والبداية كانت أمام محكمة العدل الدولية بعدما ادعت إسرائيل عبر طاقم دفاعها في لاهاي أنها ليست مسؤولة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن عبور المساعدات مسؤولية مصر، وهو الاتهام الباطل الذي نفته القاهرة جملة وتفصيلا. ومن ضمن الأكاذيب التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا تهريب الأسلحة لحركة حماس عبر معبر رفح الدولي، بعد أن زعم وزير مالية نتنياهو أن إمدادات الحركة بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، محملا القاهرة مسؤولية كبيرة عما حدث يوم 7 أكتوبر. لكن حينها ردت القاهرة على تلك الأكاذيب وقالت إن استمرار إطلاق أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلية أكاذيب عن مصر يأتي ضمن مسلسل الهروب الكبير. وبعد أن اتخذت مصر خطوة نحو الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال عدوانها على القطاع، حاولت تل أبيب عبر إعلامها التشكيك في الإجراء المصري عبر نقل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تؤكد تراجع القاهرة عن تلك الخطوة، لكن كشف سريعا أنها كذبة جديدة ضمن أكاذيب إسرائيل المستمرة، ما دفع القاهرة إلى تأكيد بأنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية في هذا الشأن. وهناك أكاذيب إسرائيلية أخرى كانت ضمن الأكثر سخرية على الإطلاق، منها عدم معارضة القاهرة التوغل العسكري في رفح الفلسطينية، ومزاعم حول إفشال مفاوضات الهدنة، وبعضها حول مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح. وكل هذه الافتراءات الإسرائيلية على مصر ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ونفتها مصر جملة وتفصيلا. كل هذه الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، هكذا ردت مصر على ادعاءات تل أبيب الواهية بعد إعلان جيش الاحتلال العثور على نفق كبير على بعد 100 متر من معبر رفح الحدودي مع مصر، الأمر الذي استدعى ردا حاسما من جانب القاهرة بنفي صحة ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، والتأكيد على وجود محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح بهدف التعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزمتها السياسية. كما نفت القاهرة ما تردد مؤخرا من ادعاءات حول موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، وأكدت مصر مرارا وتكرارا أن إسرائيل هي المسؤولة عن غلق المعابر مع غزة، وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، وإذا كانت إسرائيل ترغب في فتح منفذ رفح الفلسطيني فعليها الانسحاب منه ووقف عملياتها العسكرية هناك.
وسط جهود دبلوماسية دولية لإحياء اتفاقية المعابر بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لعام 2005 بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه في 7 من شهر مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً فرض سيطرة عملياتية كاملة على محور فيلادلفيا الاستراتيجي وسط تنديد ورفض دولي للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. ويعرف محور فيلادلفيا أيضا باسم محور صلاح الدين، ويمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، ويبلغ نحو 14 كيلومترا. وكان تحت سيطرة إسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة خلال عهد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيريل شارون في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005. وبعد انسحاب إسرائيل من غزة واستعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها على القطاع، تم الاتفاق على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، والذي تم تشييده بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد عام 1979، بموجب الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاق بشأن الحركة والوصول في 15 نوفمبر عام 2005. ووفقاً للاتفاقية تكون مصر مسؤولة عن إدارة الجانب المصري والسلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني، على أن تشرف بعثة الاتحاد الأوروبي على المعبر. بدأت العمليات التشغيلية لمهمة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح في 24 نوفمبر 2005، فيما توقف العمل في الاتفاق وانسحب الاتحاد الأوروبي من المعبر في يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وخلال السنوات الماضية خضع معبر رفح لفترات إغلاق وتشغيل، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في أكتوبر الماضي لم تغلق مصر معبر رفح لحظة واحدة من جانبها، وذلك من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع المحاصر واستقبال المصابين والجرحى من هناك، إلى أن سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني. وتواصل مصر وأطراف دولية الجهود المكثفة في ضوء المقترح الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين ولإعادة تفعيل معبر رفح البري، في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته لاستعادة دوره كمراقب في المعبر. وكعادتها لا تزال دولة الاحتلال تمارس سياسة المراوغة وسط محاولات للتنصل من وقف إطلاق النار في القطاع. والمزيد من التفاصيل والتحليل حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على المنطقة والعالم في ضوء تصاعد خلافات الداخل الإسرائيلي بسبب سياسة رئيس حكومة الاحتلال الدموية، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، ومن رام الله الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية السابق، أهلا بكما. في البداية دكتور أحمد فؤاد، ما رؤيتك حول الخلافات في الداخل الإسرائيلي، ولماذا قام نتنياهو بحل مجلس الحرب وتشكيل هيئة أمنية مصغرة؟ يعني بعد تحية أستاذ أمل لحضرتك وللمشاهدين وللضيف الكبير سيادة الوزير، الحقيقة طبعا هناك صدع حقيقي في داخل المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أن الرؤى متضاربة خاصة بعد إفلاس جيش الاحتلال وعدم قدرته وثبوت عدم جهوزيته لتحقيق أهداف الحرب، مما جعل المتحدث باسم جيش الاحتلال نفسه يقول بأن القضاء على حماس باعتبارها فكرة غير ممكن، فبالتالي هذا يتعارض مع أهداف الحرب بعد 9 أشهر تقريبا من سفك الدماء وقتل المدنيين، فبنتحدث عن 260 يوم، ففي ظل هذا الإفلاس في ظل هذا التخبط يوجد صدع حقيقي حول طبيعة الدولة، حول أولويات الدولة، ما هي صورة النصر التي
تبتغيها قوات الجيش الاحتلال. البعض يقول بأن صورة النصر هي إطلاق سراح المحتجزين والأسر، البعض يقول إلقاء القبض على الصنوار وقادة المقاومة، البعض يرى بأن الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو نقل السكان وهو ما تفشله مصر. فبالتالي هناك تخبط حقيقي في ظل هذا الذي حذر منه جانتس في الغرف المغلقة باعتباره وزير دفاع سابق وباعتباره متحالف مع إيزنكوت. لكن هذه الخلافات مؤثرة في الداخل الإسرائيلي إلى أي مدى؟ نعرف جميعا أن هناك خلافات حول ماذا وحول ماذا، ولكن إلى أي مدى تؤثر هذه الخلافات؟ هي مؤثرة بطبيعة الحال إلى حد بعيد، بحيث أن هذه الخلافات باتت بين مستوى سياسي ومستوى عسكري. يوآف جالانت وزير الدفاع أعتقد سينضم لمن قفزوا من السفينة الغارقة وينضم لبقية الجنرالات، باعتبار أن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال له مواقف ورئيس الأركان له مواقف مضادة للمواقف التي يتبناها ويتمناها نتنياهو وسموتريتش وبن جفير. ولماذا قام نتنياهو بحل مجلس الحرب وتشكيل هيئة أمنية مصغرة؟ لأنه يعود إلى أوضاع 6 أكتوبر، أوضاع 6 أكتوبر بمعنى انقسام إسرائيلي، الحديث عن حرب أهلية، الحديث عن ديكتاتورية وقمع للقضاء السلطة الأخيرة الرقابية على الحكومة، في ظل أن الكنيسة لا يراقب الحكومة لأن الأغلبية فيه تنتمي للحكومة وتساند. ففي ظل هذا الوضع حاليا يحاول إبعاد بن جفير وسموتريتش عن هذا المجلس بصفته ناس ليس لها خبرة عسكرية وفوضوية، وبالتالي يحاول إبعادهم في ظل أن مجلس الحرب كان يحاول تصوير وتسويق بأن إسرائيل موحدة. فحاليا جانتس وإيزنكوت ينضم رسميا إلى المعارضة بصفتهما لهما خبرة عسكرية بالصفة. يعني ما يقوم به نتنياهو الآن من حل مجلس الحرب تشكيل هيئة أمنية مصغرة هو لمصلحة من؟ هل لمصلحة نتنياهو نفسه أم لمصلحة الشارع الإسرائيلي أم لمصلحة من؟ على المدى القصير لمصلحة نتنياهو، حتى يتجنب الشطط الذي والجموح الذي يطالب به سموتريتش وبن جفير. هؤلاء لديهم أفكار كهانية تتجاوز حتى الصهيونية الدينية، وهذه الأساطير ليست محل توافق داخل المجتمع الإسرائيلي، بل وليس داخل مجلس الوزراء المصغر الأمني المصغر. أنتقل لدكتور أحمد مجدناني، برأيك إلى أي مدى يؤثر حل مجلس الحرب الإسرائيلي على مصير العدوان على غزة، وما قراءتك أيضا لانضمام إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي للهيئة الأمنية المصغرة التي تشكلت بعد حل مجلس الحرب؟ يعني القرار ما زال بيد نتنياهو أولا وأخيرا، والمجلس العسكري المصغر شكل بناء على حكومة الطوارئ التي دخل بموجبها حزب المعسكر الوطني برئاسة جانتس إلى لا أستطيع سماعك جيدا، تفضل. لن يؤثر كثيرا لأن القرار ما زال بيد نتنياهو، والمجلس العسكري المصغر الذي شكل بناء على دخول حزب المعسكر الوطني برئاسة جانتس إلى الحكومة هو وإيزنكوت، وبالتالي كان هذا لفترة معينة وانتقالية، واستبعد منه كل بن جفير وسموتريتش. وبعد خروج جانتس من الحكومة لم يكن من الممكن أن يقبل نتنياهو باستبدال جانتس وبن جفير بجانتس. صحيح، كل هذا معروف دكتور، ولكن أنا سؤالي قراءتك لانضمام إيتمار بن جفير، يعني ماذا سيضيف إيتمار بن جفير لهيئة الأمن المصغرة التي تشكلت من قبل نتنياهو؟
الإضافة الوحيدة هو مزيد من التطرف ومزيد من الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية ومزيد من فرض وجهة النظر التي تعزز رأي نتنياهو في هذا المجلس من أهمية وضرورة استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، لأن جميع أطراف التحالف في حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش بما في ذلك ري درعي رئيس حركة شاس هم لهم مصلحة في استمرار هذا التحالف ويدركوا تماما أن وقف الحرب تعني الدعوة لانتخابات مبكرة وسقوط هذا التحالف من قيادة البلاد. لذلك كل الأطراف معنية الآن في استمرار الحرب، وربما يعني الأمور تأخذ مديات أبعد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، لأن الرهان نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم الآن هو ماذا سينجم عن الانتخابات الأمريكية، والرهان على عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيشكل عامل قوة وإسناد لهم في استكمال مشروعهم لفرض الحل الأحادي الجانب وتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانب. أعود للدكتور أحمد فؤاد، برأيك ما خيارات نتنياهو ومصير المفاوضات مع حركة حماس بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي؟ يعني بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي بات نتنياهو في مأزق بسبب اعتراض عضو من الـ 64، هو ليس عضو عادي، هو يوآف جالانت وزير الدفاع، على سياسات خاصة بمشاريع قوانين مثل قانون التجنيد. ففي هذا السياق يوجد بداية لتمرد داخل الائتلاف الحكومي. طبعا زي ما قال سيادة الوزير، مش من مصلحة الـ 64 إسقاط هذا الائتلاف، لكن عمليا هناك بداية لتمرد، ويمكن شراء أحد الأصوات المساندة ليوآف جالانت، وقد جرى اختبار لهذه الفرضية حينما تم التقدم بمشروع قانون لتعيين حخامات مناصرين لحزب شاس الديني. سقط هذا القانون بفعل متمردين من داخل الليكود نفسه. ففي هذا السياق هذه عقبات أمام التفاوض مع المقاومة الفلسطينية، على الرغم من أنه ثبت بأن الحل الوحيد لإخراج المحتجزين والأسرى هو التفاوض، كما جرى في صفقة جلعاد شاليت، في صفقة جبريل فيما سبق، في الدفعات السابقة التي تم الإفراج عنها بعد 7 أكتوبر. ففي هذا السياق أعتقد بأن محاولات نتنياهو لإجراء مناورات حقيقية على الأرض وتعويم الائتلاف الحاكم تواجه صعوبات بالغة وجمة. دكتور أحمد مجدلاني، كيف تستفيد الفصائل الفلسطينية من الخلافات والانقسامات الواسعة التي تضرب الداخل الإسرائيلي؟ أولا الاستفادة محدودة للغاية، لأن الخلافات ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني داخل إسرائيل، بما في ذلك أحيانا عندما كانت تنشب هذه الخلافات في المجلس الحربي المصغر، هي كانت ليست على وقف الحرب والعدوان وليست على المستقبل قطاع غزة أو اليوم التالي لقطاع غزة على الإطلاق، وكانت هناك خلافات فيما يتعلق بتحديد الهدف والملموس، ويتعلق بما يعني ماذا تريد حكومة، ماذا تريد إسرائيل في اليوم التالي من فرضه على قطاع غزة، ومن أيضا قطع الطريق على استحقاقات حل الدولتين المتفق عليه دوليا على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية. بالتأكيد الخلافات يعني لا يمكننا الرهان عليها كثيرا، خاصة أن نتنياهو يريد أن يكسب الوقت ويشتري الوقت من الآن إلى منتصف الشهر القادم، عندما يدخل الكنيسة الإسرائيلي في الإجازة الصيفية حتى شهر أكتوبر القادم، وبالتالي
أي حراك من المسلمين. إذن بحسب كلامك إنه الفصائل الفلسطينية لا يمكنها الاستفادة من ما يحدث من انقسامات بالداخل الإسرائيلي. دكتور أحمد فؤاد، برأيك تأثير الخلافات التي تضرب المؤسسات الإسرائيلية أيضا على ائتلاف نتنياهو الحكومي وعلى مستقبله السياسي؟ قبل نهاية الفصل التشريعي للكنيسة بأيام سيكون هناك تصويت على سحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو المطلب الذي يتجدد في الشوارع عبر الاحتجاجات العنيفة بشكل متفاقم ومتصاعد. وأعتقد أن السيناريو تمرد عدد من قادة الليكود وأعضاء الكنيسة التابعين للليكود وانضمامهم على سبيل المثال لنفتالي بنت أو ليبرمان، هؤلاء في الخط السياسي قريبين جدا من الليكود ويمكن إغراءهم بمواقع متقدمة في القائمة التي سيتقدم بها الحزب في الانتخابات القادمة، وأيضا بمواقع وزارية مؤثرة. هذا أمر يعني غير مستبعد. الجانب الآخر أن الولايات المتحدة أيضا قد ترى بأن مصالحها مهددة في ظل تحديث سموتريتش العلني بوصف وزير للمالية واسع الصلاحيات عن ضم الضفة الغربية بشكل غير مسبوق. هذا ضد القانون الدولي، هذا يهدد السلام مع دول إقليمية وافقت على السلام مقابل عدم ضم الضفة الغربية كما كان مطروح وفق البرنامج الانتخابي لنتنياهو. فحالياً الحديث مجدداً عن ضم الضفة الغربية بشكل نهائي وإخضاعها للقانون المدني الإسرائيلي وليس الجيش الاحتلال بوصفه أراضي متنازع عليها وفق التصور والمزاعم الإسرائيلية. هذا أمر بالغ الخطورة حتى على المصالح الأمريكية، والفاتورة التي يدفعها الجانب الأمريكي باهظة أخلاقياً بل واستدعاء التأثير الاقتصادي أيضا مهم، بل واستدعاء القوات الأمريكية للدفاع عن إسرائيل بدلا من أن يحدث العكس وتحمي إسرائيل مصالح الولايات المتحدة والغرب في المنطقة. دكتور أحمد مجدلاني، لا يزال الرصيف الأمريكي العائم في غزة لم يحقق أهدافه المعلنة بإيصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصرين، هل فشل في غايته؟ بالتأكيد الرصيف العائم كان له أكثر من هدف وليس يعني فقط كله إنساني، ولم ننخدع منذ اللحظة الأولى أن قرار إنشاء هذا الرصيف هو لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته بقدر ما هو كان يعني محاولة من بايدن إرسال رسالة داخلية للناخبين ولل القوى التقدمية أو التقدميين في الحزب الديمقراطي والجاليات العربية والإسلامية بأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم دعمها لإسرائيل إلا أنها تقدم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين. الميناء كان له وظيفة أخرى وهو ابقى معي دكتور أحمد. دكتور، معنا الآن لقطات حية لتظاهرات مواطنين إسرائيليين أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب لرفضهم سياسات نتنياهو. ما رؤيتك إذن لهذه التظاهرات؟ إلى أي مدى تضغط هذه التظاهرات على حكومة الاحتلال؟ هذه التظاهرات يعني عادت إلى بقوة في عشرات المدن وليس في فقط في تل أبيب، وإنما في العديد من المدن عشية كل يوم سبت، ويشارك فيها عشرات الآلاف وفي بعض الأحيان مئات الآلاف من المعارضة الإسرائيلية. تكثفت وتزايدت هذه المظاهرات بعد انسحاب بيني كانتس من الحكومة، والضغط الجماهيري أيضا يتصاعد مطالبا بالانتخابات المبكرة وحكومة جديدة. واليوم في المظاهرة في تل أبيب ألقى الكلمة الرئيسية يوفال ديسكن الذي كان رئيسا للشباك لفترة طويلة، وتحدث بعمق وأيضا تحدث
بأن نتنياهو هو أسوأ زعيم فاشل لإسرائيل في طيلة سنوات الحكم التي مر عليها رؤساء وزراء. اليوم التحريض عالي المستوى من قبل شخصيات إسرائيلية أمنية وسياسية وازنة بالمجتمع الإسرائيلي. الإسرائيلي اليوم في سباق مع الزمن، من الآن إلى منتصف الشهر القادم من يستطيع، إما هذه الحكومة تستطيع الصمود وأيضا تستطيع أن تنجو من طرح الثقة عليها قبل 15 الشهر القادم وهو بدء العطلة البرلمانية، أو أنها تنجح المعارضة في استمالة بعض الأعضاء من الليكود تحديدا. وقد يكون الشخص الأبرز الذي له تأثير على عدد آخر من أعضاء الليكود هو وزير الدفاع يوآف جالانت، إذا حسب موقفه إلى جانب الجنرالات الآخرين. أنا أعتقد أن هذه الحكومة سوف تفقد الأغلبية وسوف أيضا تضطر الكنيسة إلى الدعوة للانتخابات. دكتور أحمد فؤاد، رؤيتك ما هي رؤيتك لهجوم نتنياهو على الرئيس الأمريكي جو بايدن واتهامه بتأخير شحنات الأسلحة الأمريكية واعتبار المعارضة الإسرائيلية ذلك الأمر هو جنون سياسي لإرضاء اليمين المتطرف؟ بالطبع هو إفلاس من نتنياهو بالتهديد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أمر بالغ الخطورة. وواضح أن بالفعل كلام رئيس الشباك اليوم في المظاهرة في تل أبيب بأن إسرائيل في خطر، وأن الحديث عن نصر تام هو حديث وهمي يبيع الوهم نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي، بل أنه يفضل أن يستمر رئيسا عن استمرار إسرائيل نفسها إذا كان هناك مفاوضات. برغم من أن الكثيرون يتحدثون عن أن كلام نتنياهو ربما له تأثير على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية بالسلب، ولكن نجد أن هناك دعم بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. هناك مشكلة حقيقية بين نتنياهو وبين مصفوفات داخل الإدارة الأمريكية، لكن لا توجد مشكلة حقيقية بين إسرائيل وواشنطن، بمعنى أن هناك فصل بين العلاقة بين نتنياهو الذي لم يدخل البيت الأبيض على عكس جانتس ويوآف جالانت وزير الدفاع الذين تم استقبالهم بحفاوة، وحتى الآن يا أستاذ أمل لم يتلقى نتنياهو دعوة لحضور لدخول البيت الأبيض على هامش الكلمة التي سيلقيها أمام الكونغرس. هذا تعبير عن غضب الإدارة الأمريكية من نتنياهو بشكل خاص، وأنه يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة بهذه السياسات وعدم وجود رؤية اليوم التالي وعدم إبداء مرونة في التفاوض أمام المقاومة لاستكمال الدفعات السابقة من تبادل المحتجزين للأسرى. يعني الكل في انتظار اليوم التالي، متى سيأتي دكتور؟ هل أنت متفائل بقدوم اليوم التالي للحرب؟ يعني بنتمسك بالأمل، إنما في ظل وجود هذه الشخصيات المتطرفة التي تتمسك بالأساطير والأوهام التي تفضل مصلحتها الشخصية، الضغط هو الذي يسفر عن تحقيق الأمال أو تقليل الخسائر أو إجبارها على المراجعة، مراجعة مواقفها بعد ثبوت فشل المسار الذي تنتاجه. يعني في ظل السياسات التي بدأت في ديسمبر 22 تم الوصول إلى 7 أكتوبر، في ظل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الفاشية التي ترتكب ضد الفلسطينيين، هناك 147 دولة اعترفت بدولة فلسطين، هناك دعوة لإقرار من جديد القرار الذي صدر سنة 75 باعتبار الحركة الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. إذن دكتور أحمد مجدلاني، كيف يؤثر هجوم نتنياهو المستمرة على إدارة بايدن على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وما تأثير تلك التوترات بين تل أبيب وواشنطن على مصير العدوان على غزة؟ يعني كما تحدث قبل قليل دكتور أحمد، هناك بالإدارة الأمريكية فصل
واضح ما بين دعم نتنياهو وحكومته وما بين دعم إسرائيل، باعتبار ذلك التزام من الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه إسرائيل، وباعتبار أن إسرائيل هي كيان وظيفي في خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة. بالتأكيد كلام نتنياهو المسرب على فيديو يوتيوب كان له أثر كبير وأثار غضب العديد من الشخصيات في الإدارة الأمريكية، وحتى أن البعض منهم بدأ يطالب بفرض عقوبات على سموتريتش، وأيضا فرض أيضا اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بشحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وصدر أكثر من تكذيب على موقف نتنياهو. لكن أنا أعتقد أن هذا الفيديو كان له أثر في أنه أضعف القوى داخل الإدارة الأمريكية التي تؤيد نتنياهو والتي أيضا تدعم إسرائيل بدون حدود أو بدون حساب. ولذلك من الممكن، لذلك رأينا أن نتنياهو سارع في إرسال وزير الاستراتيجية رون دريمر إلى الولايات المتحدة مع صاحي عنقبي مسؤول الأمن القومي، مستشار الأمن القومي، والتقى مع بلينكين ومع العديد من ومع جيك سوليفان من أجل ترطيب الأجواء، ومن أجل أيضا محاولة احتواء الأزمة التي أثارها حديث نتنياهو. طبعا من المعروف تماما أن داخل الإدارة الأمريكية هناك تباين بالموقف ما بين موقف الخارجية الأمريكية برئاسة بلينكين اليهودي الصهيوني وبين أيضا جيك سوليفان الذي يعني يتخذ مواقف إلى حد ما متوازنة انطلاقا من رؤيته وقراءته للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وللتوازن في العلاقة مع الجانب العربي أو مع الحلفاء العرب في الوقت الذي تنجرف فيه الإدارة الأمريكية في الدعم إسرائيل بدون بشكل أعمى وبدون حدود. نعم. وبدون قيادة. دكتور أحمد فؤاد، تقول تل أبيب إن القضاء على حركة حماس هو أحد أهداف الحرب على قطاع غزة، بينما اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من الصعب تدمير الحركة تدميرا كاملا. بما تفسر هذا التناقض وما تداعياته على الحرب الدائرة حتى الآن؟ يعني هو الصدام بكل تأكيد بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، يضاف للصدام الواضح في الشارع الذي وصل إلى حد العنف. في طبيبة أصيبت بإصابة بالغة في عينها، هناك دوما اشتباكات بين المحتجين والقوات الإسرائيلية، قوات شرطة الاحتلال تستخدم حتى الجياد كما يظهر في المشهد. العنف ده وراءه بن جفير، لأنه هو إذا كانوا بيواجهوا محتجين ضد الحكومة بيتم استخدام العنف بشدة، إنما لو في أتباعه أنصاره الذين يقطعون الإغاثة عن قطاع غزة ويقفون أمام شاحنات الإغاثة المتجهة إلى كرم أبو سالم بيتم التعامل معهم بلطف، وبيتعامل معهم بمحاولات الإقناع والانتظار لساعات حتى يخلوا الطريق إذا ما تم إخلاءهم. هؤلاء أحيانا يستهدفون شاحنات إغاثة، شاحنات غير موجهة للإغاثة، فهذا الانفلات في الشارع الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة ويرتد سهامه إلى الداخل الإسرائيلي. أنا أعتقد أن نتنياهو في مأزق حقيقي، يوجه سهام نقده للجميع بينما يقبع ابنه يائير نتنياهو في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخدم في قوات الاحتياط التي هو جندي فيها. هذه علامات استفهام ومحط انتقاد لنتنياهو وسياساته، في ظل أيضا الحديث عن الفشل في إلقاء القبض أو الوصول إلى قادة المقاومة. نعم. دكتور أحمد، أنتقل دكتور أحمد مجدلاني، كشف تصريحات متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الهدف المتمثل في القضاء على حركة حماس هو بعيد المنال عن خلاف واضح ومعلن بين نتنياهو وكبار مسؤولي الجيش، كيف ترى هذا الخلاف؟ شوفي، هذا الاستنتاج ليس بجديد،
لدى المستوى الأمني في إسرائيل. وهذا الاستنتاج مبني على أن هناك فرق ما بين القضاء على قدرات حماس العسكرية في قطاع غزة وما بين القضاء على حركة حماس كحركة سياسية وأيديولوجية تنتمي إلى الإسلام السياسي، وإلى بالتالي من الممكن توجيه ضربة قوية وشديدة وقد تؤدي إلى يعني إلى إضعاف أو إنهاء قدرات حماس العسكرية، لكن لا يمكن القضاء على حماس تنظيم حركة حماس كفكرة كتنظيم أيديولوجي. وبالتالي هذا الاستنتاج ليس بجديد، حتى الأوساط أمريكية وأوروبية ودولية مختلفة تدرك ذلك وتقول أن الأمر بمعنى أن الأهداف التي يتحدث عنها نتنياهو القضاء على حركة حماس هو هدف غير واقعي وغير ممكن التحقيق وغير ملموس أيضا. وبالتالي حتى فكرة إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة لم يعد هو يعني سببا وموجها لاستمرار هذه الحرب بالنسبة لنتنياهو، لأنه كل المعلومات التي يعني متوافرة لغاية اللحظة الراهنة أن هم أقل من 50 شخص، وهو لا يعبأ إطلاقا بالتوصل إلى أي اتفاق من أجل إطلاق سراحه. هو يعني ما يهمه استمرار هذه الحرب، ولو أدى ذلك إلى مقتلهم جميعا كما قتل العدد الأكبر منهم خلال الغارات التي نفذتها. ونحن على الهواء الآن، هناك اشتباكات بين المتظاهرين في تل أبيب وجنود الاحتلال، مظاهرات مستمرة. تأتيكم المظاهرات على شاشة القاهرة الإخبارية، هناك اشتباكات ولقطات حية الآن تأتيكم من تل أبيب مشاهدينا الكرام، اشتباكات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال كما ترون على الشاشة. دكتور أحمد فؤاد، رؤيتك لتجميد مسار المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي المستمر، ما الخطوة القادمة برأيك بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينك للمنطقة مؤخرا؟ يعني طول الوقت هناك محاولات للحلحلة، وهناك محاولات للخروج من المستنقع الذي أوصلتنا إليه حكومة القرار في إسرائيل. تم إرسال مبعوث من الرئيس بايدن عاموس هوكشتين، عاموس هو إسرائيلي الأصل، لكن محاولاته أيضا للجم العدوان على لبنان وإحياء المفاوضات بين المقاومة وبين الجانب الإسرائيلي لم تسفر بعد عن تقدم حقيقي أو ملموس بسبب التعنت الإسرائيلي الذي تجلى في إنهاء أو القضاء وتدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، من استهداف المخيمات في شمال رفح، من استهداف المستشفيات والمدارس. هذه الأمور لا تمهد من للوصول إلى مفاوضات جادة. ففي ظل هذا الوضع وفي ظل هذه الأجواء بنجد المشهد اللي بيبقى أمامنا على الشاشة اللي هو التحريض على العنف. ليه عنف؟ لأن هناك تخويف. هناك مظاهرات ضخمة الآن في تل أبيب، مظاهرات ضخمة، يمكن أكثر المظاهرات تجمعاً أو أكثر احتجاجية في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، أضخم مظاهرات احتجاجية في إسرائيل كما توصف الآن. غير المظاهرات الأسبوعية، هناك يوم الخميس القادم مظاهرة حاشدة، هناك لجوء للعنف من قوى الأمن التابعة لبن جفير، مما يجعل الاحتقان يزيد. وهذه السياسات اتبعها نتنياهو مبكرا وأوصلته إلى سدة الحكم حينما حرض وخون إسحاق رابين وقام أحد أنصاره باغتياله. هذه الأمور وفق التوراة نفسها
قد ترتد إلى نتنياهو، بمعنى أن من الطبيعي أن يكون هناك عنف ضد أنصار نتنياهو كما هو استخدم هو العنف فيما سبق. الأمر ده تكرر أيضا سنة 48 حينما قامت قوات تابعة لبن غوريون باستهداف سفينة تابعة لمناحم بيجن كانت تأتي بالسلاح إلى إسرائيل بعد إعلان قيام الدولة. فهذه أمور دكتور أحمد متكررة. مجدلاني، كيف ترى التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية وتصاعد عمليات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين والتي وصلت إلى حد اعتقال رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك؟ وعيد اعتقاله لأنه أطلق عشية عيد الأضحى المبارك. نعم. وعيد اعتقاله أمس للمرة الثانية. التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية هو يستهدف بالأساس ضرب وإنهاء الوجود الفلسطيني وأيضا خلق حالة من الترحيل القسري والترانسفير، وهو ما يجري هناك ترانسفير صامت في العديد من المناطق في جنوب الضفة الغربية. لكن بكل الأحوال نستطيع القول أن الهدف الرئيسي من هذا التصعيد والذي بدأ منذ أن تسلمت هذه الحكومة مهامها في نوفمبر عام 2022، التصعيد كان يستهدف أولا وقبل كل شيء تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وعسكريا، أيضا أضعاف الاقتصاد الفلسطيني والاستيلاء على أموال دافع الضرائب الفلسطيني من خلال تحويل المقاصة للأموال الفلسطينية، وأيضا استمرار العزل والحصار الذي يفرض على كافة المدن والقرى الفلسطينية ناهيك عن الفصل الذي يجري ما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. دكتور، هناك أكثر من 150 ألف مشارك في التظاهرة الآن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل وإسقاط حكومة نتنياهو، يعني تبادل الأسرى والمحتجزين وإسقاط أيضا حكومة نتنياهو. هل تعتقد أنه هذه المطالب هي الآن هناك أي مجال لأن تكون محل تنفيذ؟ أنا أعتقد أنه نتنياهو سوف يعني يصم أذنيه هو وحلفاؤه عن مطالبة هذا الجمهور بالدعوة للانتخابات المبكرة. هو سوف يعني يصر على أن استمرار الحرب ووجودها وعدم إجراء انتخابات أثناء الحرب هو مسألة تضر بالأمن القومي الإسرائيلي، ولا يجوز استبدال الحكومة أثناء المعارك العسكرية. هو سيتزرع بالحرب من أجل إجهاض أي محاولة للدعوة لانتخابات مبكرة وأسقاط حكومته، ولذلك هو يسعى إلى التصعيد. نعم. مع لبنان من خلال تصدير الأزمة الداخلية في إسرائيل إلى تصديرها إلى الخارج بتصعيد الحرب في لبنان. وأنا أعتقد أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تصعيدا واتساعا للمعارك التي تجري في لبنان، وربما لاجتياح لمناطق محدودة في جنوب لبنان. شكرا جزيلا لكم ضيفي على كل هذه التفاصيل والتوضيحات المهمة. كان معنا من القاهرة دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، ومن رام الله الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية السابق. أشكركما شكرا جزيلا. ومن قطاع غزة نذهب سريعا إلى جنوب لبنان، حيث الوضع يزداد اشتعالا ساعة تلو الأخرى بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وسط تخوفات من اندلاع حرب إقليمية شاملة وتحذيرات دولية متواصلة من تفاقم النزاع
للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من بيروت الأستاذ علي يحيى الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك. في البداية، ما هي رؤيتك لحالة التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكيف ترى موقف الحكومة اللبنانية من هذه التطورات؟ طبعا بداية بعد تحية لكم والتحية للمشاهدين، يعني يمكن نحن خلال الأسابيع الماضية شهدت الحدود اللبنانية الفلسطينية تصعيدا واضحا وتهديدات متزايدة من المستوى السياسي والعسكري لتوجيه ضربة باتجاه لبنان أو ضد حزب الله، وهذا ما دفع حزب الله إلى إرسال ثلاث رسائل في أقل من 10 أيام. الأولى كانت حين نفذ الهجوم الأكبر منذ 8 أكتوبر ردا على اغتيال مسؤول القطاع الشرقي في الحزب. الرسالة الثانية كانت حين بث 9 دقائق شكل صدمة للمستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، حين أعلن أو أوضح مدى الانكشاف البنيوي للشمال الفلسطيني المحتل. والرسالة الثالثة كانت بإطلالة الأمين العام للحزب التي كانت إطلالة حربية، وجهت رسائل متعددة الاتجاهات استراتيجية وإقليمية، وهو قد لاقى لحظة الجنون الإسرائيلية باستعداد لملاقات لحظة الجنون برا وبحرا وجوا واستعداده للذهاب إلى أبعد مدى، وأعلن استعداد الحزب لأسوأ الاحتمالات. يعني يمكن هذه اللحظة ومعطوفة على فشل مهمة هوكشتاين إلى لبنان، مبعوث الولايات المتحدة إلى لبنان، يمكن أن نعتبر هذين المفصلين يشكلان نقطة أو عدا عكسيا للذهاب. لكن أستاذ علي، جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه أقر مؤخرا خطط للهجوم على حزب الله اللبناني على خلفية التوترات الأخيرة بالجبهة اللبنانية، برأيك ما السيناريوهات المطروحة خلال الأيام المقبلة؟ هل تنجح الجهود الدولية في خفض التصعيد أم تقترب الحرب الشاملة في جنوب لبنان؟ بالفعل نحن على قاعدة اشتد يا أزمة، إما بتفرجي أو بتنفجري. نحن في لحظة عد عكسي، إما تذهب الأمور إلى مواجهة أعمق دون المواجهة الشاملة، إما ستذهب الأمور إلى اتفاق إقليمي بعد اقتراب الجيش الإسرائيلي من إعلان عمليات من إعلان انتهاء عملياته في رفح، وإعلان الانتقال من المرحلة الثانية نحو الثالثة، وتهديده بالانتقال إلى المرحلة الثانية الغير واضحة حتى اللحظة باتجاه لبنان. لكن ميدانيا بالرغم من الكلام العالي الثقف، ليس هناك تحركات ميدانية من الجانب الإسرائيلي توحي بأن هناك استعدادا قتاليا هجوميا باتجاه لبنان. ما يجري حتى اللحظة هو تهويل إعلامي، تهويل سياسي، تهويل دبلوماسي، يصاحبه أيضا معلومات مغلوطة ليست صحيحة عن استعداد بعض السفارات لإجلاء رعاياها من لبنان. اليوم الوضع في لبنان هو لا يختلف عن الأوضاع خلال الأيام الماضية، مع أن هناك استعداد لأسوأ اللحظات إن قرر الجيش مستقبلا الذهاب باتجاه عملية قد تكون أو يرجح أن تكون موضوعية لا هجوما شاملا باتجاه لبنان. ما احتمالات تدخل إيران إذا اندلعت حرب شاملة على الجبهة اللبنانية؟ لن تتدخل، لا أعتقد أن إيران ستتدخل بحال اندلعت مواجهة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، بدليل الحرب 2006 حين كان تعداد مقاتلي حزب الله محدودا مقارنة بما يمتلكونه من عديد وعتاد. اليوم لم تتدخل إيران حينها، ولم يحتاج الحزب حينها لتدخل إيراني، وأنا أعتقد أنه اليوم لن يحتاج إلى أي تدخل إيراني، وهو قادر بما لديه وكما يعتقد على إقامة نوع من الردع، بل هو هدد أن المواجهة لن تكون داخل لبنان، بل أنه مستعد لنقل الاشتباك إلى الداخل الفلسطيني مع إعلانه الواضح أن اقتحام الجليل موضوع على الطاولة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي يحيى الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات المهمة، كنت معنا من بيروت.
بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء نواصل حلقتنا حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على المنطقة وعلى العالم، فابقوا معنا.
نواصل معكم مشاهدينا حلقتنا، ويبدو أن فجوة الخلافات بين واشنطن وتل أبيب تتسع من جديد على خلفية انتقادات علنية وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإدارة الأمريكية بسبب حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل، ما أثار غضب واشنطن التي وصفت تصريحات نتنياهو بالمهينة. يأتي ذلك في ظل تعنت حكومي وتعنت لحكومة الاحتلال بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة قبل 5 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع تصاعد متزايد لوتيرة الهجمات بين حزب الله وقوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. للمزيد من التفاصيل والتحليل حول التحركات الأمريكية تجاه الحرب على غزة قبل إتمام الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجهود الصينية حيال تفعيل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بالقطاع في ضوء استضافة بكين لجلسات مصالحة بين الفصائل الفلسطينية مؤخرا، ينضم إلينا من واشنطن السيد هينا كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ومن دبي الأستاذ إلهام لي المحلل السياسي الصيني، أهلا بكما. في البداية سيد هينا كلينك، أشار موقع إكسس الأمريكي إلى أن فيديو مصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه خلاله انتقادات للإدارة الأمريكية أثار غضب مسؤولي إدارة الرئيس بايدن، ولهذا ألغى البيت الأبيض اجتماعا أمريكيا إسرائيليا رفيع المستوى كان مقرر له أمس الأول الخميس، ما تعليقك على هذا الأمر؟ شكرا على هذه الفرصة لاستضافتي. أظن أن هذه آخر حادثة حدثت وتوضح الخلافات بين حكومة نتنياهو وحكومة بايدن، وهذا ليس سرا أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو كان لديهم علاقات مضطربة، وخصوصا خلال الحرب على غزة، وهذا مرة أخرى يمثل مثالا للأمور التي يتوجب أن تناقش بصورة سرية ودبلوماسية، ولكنها ظهرت للعيان وتوضح الخلاف بين واشنطن والقدس. نعم، يعني أسألك على تعليقك على هذا الأمر، يعني ما مدى هذه الخلافات سيد هينو؟ ما مدى تأثير هذه الخلافات على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، العلاقات بين واشنطن وتل أبيب؟ إذن إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هي منذ أمد بعيد، وهي تؤثر على السياسات الأمريكية والإسرائيلية معا، وأظن أن البيئة الأمريكية السياسية ستجدون أن هناك من يدعم إسرائيل وليس بالضرورة يفرق بين إسرائيل وحكومة رئيس الوزراء نتنياهو. والحقيقة أن هناك خلافات واضحة بين حكومات بايدن ونتنياهو، ما هي إلا طريقة تنفيذ العمليات ضد حماس في غزة، وهذه الاختلافات تزداد. وما نراه حاليا هو يأتي في سياق الانتخابات الأمريكية التي ستحدث في نوفمبر القادم، والهجوم الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل يؤثر على إدارة بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك سيد هينو، لماذا نشر نتنياهو مقطع الفيديو في هذا التوقيت الحساس؟ هل تعتقد أنه كان يتعمد إحراج الرئيس بايدن أمام الرأي العام الأمريكي قبل أشهر من إتمام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
لا أكون صريحا معك تماما، لا أدري كيفية متى وماذا تم إطلاق هذا الفيديو، وبالتأكيد لن أخمن عن الدوافع أو الاحتمالات وراء قيام أو زعم أن نتنياهو قام بإطلاق أو نشر هذا الفيديو، ولكني سأشير إلى أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عندما تعاني من هذه الأمور، عندما يتم تسريب مثل هذه الأشياء للعامة، فإنها لا تخدم المصالح الأمريكية ولا مصالح إسرائيل. وأظن أنه في الأيام القادمة ستقوم حكومة نتنياهو بالإبقاء على العلاقات أو الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة بايدن في الطي. أنتقل أستاذ إلهام لي برأيك، لماذا لم توافق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على المقترح الأمريكي ذي المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أنه تم الإعلان عن هذا المقترح بأنه إسرائيلي؟ نعم، أولا قبل كل شيء شكرا جزيلا للدعوة. وفي الحقيقة السبب الجذري للخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، وخاصة لعدم الموافقة على المقترح من قبل الحكومة الأمريكية برئاسة رئيس بايدن، يعود إلى تردد السياسات الأمريكية تجاه قضية فلسطين، وخاصة نتكلم عن المبادرة من قبل الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقيات إبراهيم، والآن هناك بضع أشهر فقط للانتخابات العامة الرئاسية للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، عندما نتكلم عن توقيت إطلاق الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفيديو المذكور، ففي الأسبوع المقبل سيكون هناك الجولة الأولى للمناظرة بين المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهما جو بايدن ودونالد ترامب. وهذا توقيت طبعا لفرض الضغوط على كل من الرئيس الحالي أستاذ جو إلهام بايدن تحدث الرئيس السابق أو المرشح. نعم. دونالد ترامب. نعم تفضل. أستاذ إلهام تحدثت عن أن هناك تردد أمريكي ما بشأن القرارات التي تتخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الوضع في غزة، لماذا هذا التردد الأمريكي برأيك؟ طبعا في الحقيقة دائما الاستراتيجيات الأمريكية والقرارات السياسية الأمريكية تعود إلى المصالح للولايات المتحدة وليس للمصالح للشعوب دول الشرق الأوسط وحتى للشعب الإسرائيلي. لذلك يعني دائما هناك اتجاهات تنتمي الولايات المتحدة إلى إسرائيل في معظم الأحيان، ولكن في نفس الوقت كان من المصلحة الأمريكية هناك قرارات معنية، ويبدو أن أي قرارات تتحدث عنها سيد إلهام؟ أي قرارات تقصدها تحديداً؟ طبعا على سبيل المثال كان هناك عدد من المشروعات في الأمم المتحدة إيقاف الحرب في غزة والتوقف عن النار، القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار تقصد؟ نعم، المتعلقة بوقف، ولكن استخدمت الولايات المتحدة عددا نعم من الفيتو، وهذا دليل على أن الولايات المتحدة دائما تتلاعب مع هذه القضية، قضية الفلسطين. وبالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن هناك لماذا هذا التلاعب برأيك إذن سيد إلهام؟ بماذا تفسر هذا التلاعب كما وصفته في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ طبعا في السنوات الأخيرة كانت هناك استراتيجية الأمريكية للانسحاب من شرق الأوسط والعودة إلى منطقة آسيا الباسيفيك، ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة ترغب في بقاء نفوذه في هذه الشرق
المنطقة، منطقة مهمة محمى بسبب الطاقة النفطية وأيضا بسبب الأهمية الجغرافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك ضعف المستمرة للقدرات العسكرية أو القدرات السياسية للولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة الآن تتلاعب مع كثير من القضايا الإقليمية والدولية من أجل المنافسة مع المنافسين في هذه المنطقة، وأيضا ابقى معي أستاذ إلهام. أعود إلى السيد هينو، برأيك إلى أي مدى يؤثر موقف الإدارة الأمريكية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على شعبية الرئيس بايدن في انتخابات الرئاسة القادمة؟ وما توقعاتك أيضا حول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت إلى واشنطن والمقررة غدا للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين؟ وبماذا تعلق على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط كما وصفها أستاذ إلهام؟ هذه أسئلة كثيرة للإجابة عليها، ولكن دعوني أبدأ بالسؤال الأخير. أولا، كل الدول طوال الوقت تعمل من أجل مصالحها، هذا مفهوم أساسي للعلاقات الدولية. ربما لا نتفق مع هذا، ولكن ربما لا نتفق لماذا تقوم دولة بفعل ما تفعله من أجل مصالحها، ولكن الجميع يعمل من أجل مصالحه، وهذا ينطبق على كل الدول طوال حول العالم طوال الوقت. وبالنسبة للسؤال من أجل مصالحه بما لا يضر مصالح الآخرين. نعم، لا، هذا لا أقول. إن الأمر يتعلق بالضرورة بالمصالح الذاتية، كل دولة تعمل من أجل مصالحها فقط. في بعض الأحيان ليس هذا بالضرورة، قد لا يعني بالضرورة مصالح دول أخرى، ولكن كل دولة تقوم بصياغة سياساتها الخارجية وتقوم بتنفيذها وفقا ما تراه الدولة والحكومة فيما تراه من مصالحها. هذا بالنسبة للسؤال الآخر، والذي هو يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة بعد هجوم 7 أكتوبر الذي قامت به حماس على إسرائيل. لقد أصبح هذا قضية سياسية بالتأكيد في الولايات المتحدة، ولقد رأينا كيف بدأت المظاهرات في عدة ولايات أمريكية وداخل الحرم الجامعي في كثير من الجامعات، وهناك كثير من الإسلاميين الأمريكيين الذين هم بأعداد كبيرة، حيث أن الولايات المتحدة تقوم باستقبال كثير من اللاجئين المسلمين من بلاد البلقان في التسعينات من القرن الماضي. ونرى أن هذا المجتمع يهتم كثيرا بما يحدث في غزة، وأنا لا أتحدث باسم هذا المجتمع، ولكن هذا المجتمع يهتم بالأفعال الإسرائيلية في غزة، وهم لا يدعمون المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. واليوم هذا المجتمع وتاريخيا كان دائما يصوت للديمقراطيين، ويبقى هذا محل التفكير في الانتخابات القادمة، وهم لم يكونوا أبدا داعمين لإسرائيل بغض النظر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أو ما يحدث في الشرق الأوسط. وهذا الجانب من الحزب الديمقراطي يضغط بصورة كبيرة على الرئيس بايدن لوقف الدعم لإسرائيل، ولكن هؤلاء الأشخاص إن لم يقوموا بالتصويت لبايدن قد لا يصوتون بالضرورة إلى ترامب، ولكنهم سيساعدون على التصويت للمرشح الديمقراطي. وبالنسبة للسؤال الأخير، أظن أن ما سترينه أن
أن أمريكا ستقوم بمواصلة دعمها لإسرائيل وسيكون هناك الموقف العام أنه يتوجب هزيمة حماس. أمريكا ستواصل دعمها لإسرائيل على الرغم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أو على فلسطين المحتلة، ستواصلون دعمكم لقوات الاحتلال وللجيش الإسرائيلي بشكل مستمر برغم الإبادة الجماعية. تحدثت سيد هانو على أن حماس هي من بدأت الهجوم، ولكن هنا إسرائيل تجاوزت حق الرد، إسرائيل هنا ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني كاملا. يبدو لي أن هذا بيان وليس سؤال، حيث أنني لا أتفق تماما مع ما تقولين، لذلك دعيني أعيد صياغة السؤال. هل ستقوم الولايات المتحدة بالاستمرار في دعم إسرائيل عسكريا؟ السؤال واضح، هل ستستمرون في دعم إسرائيل على الرغم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا هو السؤال، السؤال واضح. مرة أخرى لن أستخدم نفس المصطلح الذي تستخدمينه من أجل توصيف ما يحدث في غزة الآن، لذلك أنا أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن أنا لا أوصف، أنا أنقل لك ما يوصف من قبل مؤسسات دولية، ما تم توصيفه بالفعل من قبل مؤسسات دولية، يعني هذا ما أنقله لك، هذا ليس كلامي أو ليس حديثي. المصطلحات تستخدم بواسطة منظمات دولية، ولكن بعضها الآخر لا يستخدم مثل هذه المصطلحات. إذن لا ترى أن ما يحدث في قطاع غزة هي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني؟ كلا، لا أرى ذلك. سيد إلهام، خلال منتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد مؤخرا في بكين، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية. لو تطلعنا على جهود الصين تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبماذا تعلق على ما قاله سيد هانو؟ نعم، أول شيء أنا أوافق على رأي مهم جدا بأن هناك الرد مناسب ورد العقلاني لما وصف بالهجمات. وبالإضافة إلى ذلك، أنا أيضا أوافق على رأي مهم جدا بأن هناك سياسات خارجية مناسبة طبعا لمصلحة الذاتية، ولكن على أساس لا تضر بالمصلحة الدول الأخرى. فالسياسات الخارجية المناسبة والجيدة تكون من أجل المصالح المشتركة وليس لمصالح ذاتية 100%، لأن تلك النوع من السياسات الخارجية تعتبر سياسات أنانية 100%. ونعود إلى سؤالك، فبالنسبة إلى الجهود الصيني، أولا هذا الجهود على أساس المواقف المتشابهة، أو حتى من الممكن أن نقول نفس الموقف مع الدول العربية، وأن المنتدى التعاون الصيني العربي الاجتماع كان يعقد في بكين في الشهر الماضي، هناك موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية، ولكن هذا الموقف على أساس الموقف الموحد من قبل الدول العربية في القمة العربية في العاصمة البحرينية منامة. وبالإضافة إلى ذلك، كان للصين المساهمة أو الجهود في توحيد المواقف حتى بالداخل الفصائل المختلفة الفلسطينية،
وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة إلى مؤتمر السلام لقضية الفلسطينية، هذه المبادرة مبادرة ليس من الصين فقط، بل أيضا مبادرة مشتركة بين الصين والمملكة البحرين التي تحتل بمقعد رئاسة في هذا العام في جامعة الدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك طبعا عندما نتكلم عما حدث في قطاع غزة، فمن المعروف أن هذا مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة، مهما كانت يوصف بالإبادة الجماعية أو بأي مصطلحات أخرى، ولكن نحن لدينا العقل الإنساني، لذلك لا يمكن أن ننكر هذه الكارثة والأزمة الإنسانية بكل معنى الكلمة. أنتقل لسيد هينو. سيد هينو، يعني تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة في دعمها لإسرائيل، وأنت لا تتفق على تسمية ما يحدث في قطاع غزة بالإبادة الجماعية، وأنتم تقولون أن إسرائيل مصممة على القضاء على حماس. إذن الأطفال الصغيرة هي حماس؟ يعني أريد منك توضيح بهذا الشأن، وأريد أيضا أن أسألك لماذا إذن تؤخر واشنطن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل؟ مرة أخرى هناك هذا السؤال كبير للغاية، وسأحاول أن أكون موضوعيا وغير عاطفي. سنقسم السؤال إلى جزئين. أنت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة في قضائها على حماس، آلاف الأطفال الذين يقتلون في قطاع غزة هم يمثلون حماس؟ الأطفال الرضع برأيك إذن هم يمثلون حماس؟ هذا جزء من السؤال. السؤال الآخر، أنت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة في دعمها لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو للجيش الإسرائيلي أو للجانب الإسرائيلي، إذن لماذا تؤخر الولايات المتحدة أو تؤخر واشنطن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حتى الآن؟ سأخذ الجزء الأخير من سؤالك مرة أخرى. إن إدارة بايدن قالت عدة مرات أن هذه الشحنات سيتم تأخيرها. دعونا نقول أن هذا التصريح غير دقيق، وأنهم بالفعل يعطلون هذه الشحنات إلى إسرائيل، وأظن أنهم يقومون بإرسال رسالة إلى نتنياهو وحكومته أن الولايات المتحدة وحكومتها غير راضية عن طريقة إدارة إسرائيل للحرب ضد حماس في غزة. بالنسبة للنقطة الأولى التي ذكرتها مرة أخرى، بدون في محاولة للإجابة على سؤالك اللي هو مليء بالعواطف، هناك دائما في الحروب هو السؤال ليس مليء بالعواطف على الإطلاق، هو نقل للواقع. ألا ترى هذا الواقع عبر شاشات التلفزيون، عبر شاشات التلفاز المختلفة سواء الغربية أو العربية؟ تسأليني لماذا لا تسأليني عن سؤالك التالي من فضلك؟ السؤال، أنتم تقولون بأن الجزء الأول من السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة في دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد غزة وليس في حربها ضد حماس، لأنه حماس ليست متواجدة جميعها في قطاع غزة. أنا أسألك، الأطفال الصغيرة، آلاف من الأطفال الصغيرة التي تقتل في قطاع غزة يمثلون حماس برأيك؟ أنا لا أظن أن الذين لا يشاركون في الحرب في غزة هم حماس، ولكن للأسف حماس تستخدم تكتيكات وأساليب في القتال
تجعل هناك ضحايا أبرياء بجانب القوات العسكرية، وهم يقومون بفعل ذلك عن عمد ويقومون بفعل ذلك منذ مدة، وأظن أيضا أن هذا واضح للعين، وأظن أنها سيكون هناك ضحايا أبرياء مدنيين غير مقاتلين في هذه الحرب، وأظن أن هذا بالطبيعي كارثة إنسانية. استهداف الكنائس سيد هينو، لا أتحدث هنا عن عواطف، أتحدث هنا عن وقائع. استهداف الكنائس، استهداف المدارس، استهداف المستشفيات، كل هذا يمثل حماس برأيك؟ أعتقد أن هناك دليل واضح أن حماس قامت باستخدام المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة لأغراض عسكرية، ومن ثم فهي تعتبر أهداف مشروعة. لا يوجد دليل حتى الآن، حتى هذه اللحظة، عن أن حماس استخدمت هذه المستشفيات أو الأونروا أو الكنائس لاستخدامها لأغراض عسكرية. ولكن سيد إلهام، كيف قرأت تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرا بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس أيديولوجيا، وبرأيك ألا يمثل هذا اعترافا صريحا بفشل إسرائيل في القضاء على حماس؟ نعم، أنا جزئيا أوافق على التصريحات من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لأن هناك أفكار للمطالبة عن العدالة والمساواة والإنسانية، ولذلك بالنسبة إلى حماس فحماس تمثل حسب رأيي شخصي عن جزء كبير من الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين، وأيضا حماس يمثل عن مطالبة الشعب الفلسطيني لتحقيق العدالة والمساواة. وأيضا أريد أن أضيف إلى نقطة مهمة جدا، فبالنسبة إلى تأجيل أو تأخير الولايات المتحدة لشحن الأسلحة إلى إسرائيل، طبعا هناك شرح أو توضيح من قبل الحكومة الأمريكية على طاولة، ولكن في الحقيقة نحن نعرف جميعا بأن الولايات المتحدة وحلف ناتو الآن تقدم بدعم العسكري المباشر ليس لإسرائيل فقط بل أيضا لأوكرانيا، ولكن الآن أيضا لاحظنا أن هناك ضعف للقدرات العسكرية حتى القدرات الإنتاجية العسكرية للولايات المتحدة، لذلك يعني هناك تحليل بأن الولايات المتحدة لا تمتلك بقدرة وافرة أو قدرة كافية لتقديم الدعم لكل من الحربين. وبالإضافة إلى ذلك طبعا بالنسبة لرئيس جو سيد بايدن، إلهام، إذا كنت تتفق مع تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس أيديولوجيا، إذا لماذا إسرائيل مستمرة في حربها على قطاع غزة؟ هناك أسباب معقدة. أول شيء بالنسبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هناك حاجة لاستمرار هذه الحرب لأسباب سياسية، وخاصة نظرا للمواجهة المباشرة بين بنيامين نتنياهو ومنافسيها في الساحة السياسية الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، فبالنسبة إلى المجتمع الدولي، مهما كانت للولايات المتحدة أو لدول حلف الناتو، فالآن الأفضل أن يكون هناك التحركات من أجل تحقيق السلام، أو على الأقل وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وليس زيادة الزيت على النار. فهذا الخيار الأسوأ بالنسبة لكل الأطراف خارج المعركة. نعم، أنتقل لسيد هينو، كيف تقيم رد فعل نتنياهو على تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، والتي أظهرت علنا حجم الخلاف بين الجيش والحكومة في إسرائيل، في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على أن الحرب على غزة لن تتوقف حتى القضاء على حركة حماس؟ أنا أتفق أن
القضاء على فكرة ومعتقد قد يكون مستحيلا، فإن الولايات المتحدة وشركائها الآن يدركون ذلك، أدركوا ذلك خلال حربهم ضد القاعدة وكذلك ضد الدولة الإسلامية، وكما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما قامت الولايات المتحدة وحلفائها حاربوا للقضاء على النازية. إن التهديد العسكري هو أمر مختلف، و التهديد العسكري يتوجب أن يتم القضاء عليه، لأن حتى لا يتمكن هذا التهديد العسكري من القيام به مرة أخرى. ونحن نعرف أن فكرة حماس ربما لا يمكن تدميرها ولا يمكن القضاء عليها، ولكن حماس كتهديد عسكري ضد إسرائيل وضد الآخرين يمكن تدميرها، وهذه المنظمة وقدراتها العسكرية هو شيء يعتبر هدفا مشروعا. وأظن القوات الدفاعية الإسرائيلية قامت بتدمير القدرات العسكرية لحماس بصورة كبيرة. سيد هينو، لو حدث ما تتمناه حماس من إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لماذا لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق مثل هذا الهدف وإنهاء هذا الصراع؟ حماس هي حركة مقاومة ظهرت للحصول على أرضها، إذن لماذا لا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار أو هذا المقترح مع الجانب الإسرائيلي لتعيش دولتين جنبا إلى جنب في سلام؟ حماس ترفض أن تسمح بوجود إسرائيل، وقد قالت دائما أن حماس تريد محو إسرائيل من على وجه الخريطة. هناك فصائل فلسطينية أخرى تريد حل الدولتين وترى مستقبلا يمكن من خلاله أن تعيش دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية، ولكن حماس على الجانب الآخر لم تكن راغبة في عمل مثل هذا البيان أو هذه الموافقة، ومن ثم فإنه بمجرد أن تقوم إسرائيل بهزيمة حماس عسكرية، وحتى ذلك الحين لن تسمح حماس لإسرائيل بالعيش في سلام. وهل تعتقد سيد هينو بأن إسرائيل هي توافق على أن يكون هناك دولتين تعيش جنبا إلى جنب في سلام؟ أظن أن الحكومة الإسرائيلية قالت عدة مرات أنها لديها تحفظات بالنسبة لحل الدولتين، والسيء الحظ الآن أنه منذ 7 أكتوبر فإن الحديث في إسرائيل بين الإسرائيليين قد تحول بعيدا عن حل الدولتين، وهذا أمر سيء وحدث نتيجة لهجوم 7 أكتوبر، وأرى أنه ربما يكون صعب التحقيق الآن. سيد هينو، ذكرت بأن حماس قالت بأنها لا تريد إسرائيل وأنها تريد أن تمحو إسرائيل، أيضا الجانب الإسرائيلي وعلى لسان حكومات والحكومة الحالية قالت بأنها ستقوم بنسف جميع الفلسطينيين وخاصة حماس، كما تقول بأن إسرائيل هي من أقول لك بأن إسرائيل قالت كذلك أيضا، كما تقول أن حماس هي قالت بأنها ستمحو إسرائيل. سيد إلهام، ما تداعيات ظهور التوترات بشكل علني بين نتنياهو وكبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل على جهود وقف إطلاق النار بغزة؟ تفضلت، هناك خلافات واضحة جدا بين السياسيين الرئيسيين في إسرائيل، ومهما كانت بين الأحزاب المختلفة وحتى بين بالداخل الحزب الحاكم. لذلك في الحقيقة كما قلت قبل قليل، هناك أسباب لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لمواصلة هذه الحرب
وللأسف الشديد في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة حتى لاحظنا أن هناك إشارات لتصعيد أو تصاعد في المنطقة الشمالية لإسرائيل ومع حزب الله اللبنانية، وإذا حدث هذه الأمور فسيكون هناك أزمة أكبر بالنسبة للشرق الأوسط. ولكن عندما إجابة لسؤالك، فتداعيات للخلافات الداخلية للسياسيين الإسرائيليين سيكون هناك التأثير السلبي على تحقيق السلام أو حتى وقف إطلاق النار في وقت مبكر في قطاع غزة، لأن هناك دفع أو قوة دافع كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا لمواصلة هذه الحرب. نعم، أشكركما شكرا جزيلا ضيفي على كل هذه التفاصيل والتوضيحات المهمة التي أثرت النقاش في حلقتنا اليوم. كان معنا من واشنطن سيد هينوك لانك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ومن دبي أستاذ إلهام لي المحلل السياسي الصيني. شكرا جزيلا لكما. شهد مخيم الشاطئ في قطاع غزة واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجمات الأخيرة على القطاع. المجزرة التي وقعت في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي الذي استهدف مربعا سكنيا كاملا بالمنطقة. الشهود أفادوا أن الغارات الجوية كانت مكثفة ولا هوادة فيها، ما تسبب في دمار هائل بالمنطقة وفزع كبير بين السكان المدنيين. من جانبها أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة هذه الهجمات الوحشية واعتبرتها جريمة حرب بحق الإنسانية، كما نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية بهذا العمل العسكري الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال القاسية. جيش الاحتلال من جانبه أعلن أن الهدف الرئيسي من هذه الغارات كان اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، لكنها باءت بالفشل، كما أكد أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل، وأنها تستهدف بشكل خاص العناصر الإرهابية والمسؤولين عن الهجمات على حد زعمها. وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا خطيرا، يتساءل المجتمع الدولي عن مصير الجهود الدولية لإحلال السلام ووقف هذا النزاع الدامي والذي يؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب في المنطقة. هذا وتواصل الأطراف الدولية محاولاتها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والتهدئة، ولكن دون جدوى حتى الآن في ظل استمرار التصعيد والعمليات العسكرية الإسرائيلية. ومن تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية ننتقل إلى تداعياته على انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات التشريعية الفرنسية المرتقبة، وسط مخاوف حول مستقبل الاتحاد الأوروبي من صعود اليمين المتطرف. للمزيد من التفاصيل حول الموقف الأوروبي من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية، ومن أمستردام الأستاذ أبو بكر بزيب الباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بكم. بعد التحية دكتور خطار، ما أسباب قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان الفرنسي، ولو أيضا تطلعنا على آخر تطورات المشهد السياسي الحالي في باريس؟ أحييكم وأحيي الفريق العامل في قناتكم والمحاور الكريم وكل من يتابعنا ويشاهدنا. المسألة في الأساس لا تعود فقط لنتيجة الانتخابات الأوروبية في 9 من هذا الشهر والخسارة المدوية للمعسكر الموالي للرئيس ماكرون، بل تعود إلى العام 2022 عندما تم التجديد للرئيس ماكرون في ولاية ثانية،
لكنه في الانتخابات التشريعية لم يتمكن من الحصول على أكثرية مطلقة، كانت أكثريته نسبية، وكان يحكم بصعوبة، أكثريته كانت تحكم بصعوبة بين 2022 و2024. وبعدما أتت هكذا النتائج في الانتخابات الأوروبية، رأى أنه يمكن أن يستخدم حقه الدستوري في حل البرلمان لمحاولة إيجاد وضع جديد مؤاتي له كي يتمكن من الاستمرار في الحكم لمدة 3 سنوات. لكن مع الوقت الآن وقبل أسبوع من الانتخابات من دورها الأول، يتضح أن رهانه كان محفوفا بالمخاطر وربما ينطوي على مغامرة، لأن أقصى اليمين يتقدم حسب استطلاعات الرأي ليكون القوة الأولى. حتى الآن لم يحصد أو لن يحصد الأكثرية المطلقة، لكن إذا تمكن أقصى اليمين من الحصول على أكثرية نسبية متينة، سيجد الرئيس ماكرون نفسه محرجا، إذ إنه ملزم بالمساكنة أو التعايش معه في قصر متنيون في رئاسة الحكومة، وإلا سيضطر هو للاستقالة. الوضع إذن دقيق جدا. أنتقل أستاذ أبو بكر، ما قراءتك لنتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وقراءتك أيضا للصعود اللافت لليمين المتطرف واقتراب للسياسات الحاكمة للدول الأوروبية؟ شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للاستضافة، وشكرا أيضا لأستاذنا الكريم خطار أبو دياب. القراءة العامة حقيقة الذي ينظر في صورة بانورامية خلال السنوات الماضية يرى أن هناك حقيقة دوافع شعبوية في الشارع الأوروبي نحو انتخاب أحزاب اليمين، خصوصا لمنطلق الرئيسيين، خصوصا أن هذه الأحزاب اليمينية تدغدغ مشاعر الشارع بكثير من المطالب الحقيقية التي فشلت الأحزاب التقليدية في استيعابها، أو حتى عندما وصلت إلى السلطة بشكل أو بآخر فشلت في تحقيقها، وبالتالي لم يكن أمام المواطن الأوروبي في هولندا أو في فرنسا أو أي دولة أوروبية سوى أنه يتجه نحو الأحزاب التي تراعي يعني تلبية احتياجاته اليومية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تلبية كثير من توجهاته الفكرية والثقافية والسياسية بطبيعة الحال. وبالتالي كثير من النتائج التي وصل إليها اليمين، إن كان في الدول المتفرقة، إن كان هنا في هولندا أو على سبيل المثال أيضا في البرلمان الأوروبي، كانت متوقعة كما ذكرت الأسباب السابقة، وأيضا متوقعة نتيجة استطلاعات الرأي، فلم كانت مفاجأة أنه يعني الحصول على النسبة الأعلى مع الانتخابات 2019، ولكن في المجمل كانت هي متوقعة. وبالتالي الفشل الذي قد لا يكون الرؤى التي تقدم بها أحزاب اليمين هي التي أدت، قد ساهمت أكيد بطبيعة الحال، ولكن فشل الأحزاب الأخرى في تلبية المواطن احتياجات المواطن الأوروبي هي السبب، لأنه في النهاية في نقطة غاية في الأهمية، المواطن الأوروبي في هولندا وفي فرنسا وفي إيطاليا في كل من يخاطبه عبر برنامج سياسي حقيقي قادر أنه يحقق له المطالب التفصيلية لحياته اليومية على مستوى الضرائب، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، على مستوى الثقافة، على مستويات مختلفة، كل الأحزاب تدغدغ. والدليل على هذا خلال الأيام الماضية سمعنا أحزاب اليسار في فرنسا تتكلم على حوالي خلال الفترة القادمة 120 مليار يورو سيتم فرضها على الأغنياء حتى يستطيعوا تغطية كثير من نفقات الطبقات المتوسطة الدخل. أيضا الرئيس ماكرون تكلم حول تخفيض الكهرباء، فهم يحاولون قدر الأمكان أن يسايرون أو يجارون الأحزاب اليمينية في خطابات شعبوية يعتقدون أنها قد تحقق نتائج على أرض الواقع، وهذا في مجمله هو يتناغم مع المزاج، يعني يتناغم مع المزاج الشعبي على المستوى المواطن الأوروبي وأيضا على مستوى توجهات هذه الأحزاب اليمينية. دكتور خطار، ينظر محللون إلى قرار الرئيس ماكرون والذي دعا فيه إلى إجراء جولتين من الانتخابات في 30 يونيو و7 يوليو على أنها مقامرة تتسم بالتهور وخطوة قد تفضي إلى وصول اليمين المتطرف وتولي مقاليد السلطة السياسية في البلاد. كيف ترى هذا الأمر من وجهة نظرك؟ تكلمت في جواب الأول عن هذا الرهان المحفوف بالمخاطر، وكما قلت هذا حق دستوري له، لكن عندما نسمع
كلام المسؤولين في أكثريته ومنهم رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب الذي يقول حرفيا أن قرار ماكرون هذا لم يكن مسؤولا وأن ماكرون قتل الأكثرية الرئاسية. وحتى رئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال الذي يقود الحملة الانتخابية لتكتل معا الذي هو التكتل الذي يعتبر الموالي للرئيس يحاول أن يتبرأ من دعم الرئيس، أي يحاول أن يكون هو محور هذه الحملة الانتخابية. إذن نعم هي مقامرة، ولكن الأخطر أنه يمكن لهذه الانتخابات أن تفرز يعني جمعية وطنية ليس فيها أكثرية، أي أن نكون في الجمهورية الخامسة الفرنسية حيث هناك أكثرية وأقلية بوضوح إلى نوع من جمهوريات سابقة رابعة أو ثالثة حيث كانت الفوضى، الفوضى تسري. ولذا إحدى المجلات الفرنسية قالت ماكرون هو بامتياز مهندس الفوضى. أستاذ أبو بكر، هناك مخاوف لدى الكثير من المحللين والمراقبين للمشهد الانتخابي في أوروبا من تفكك الاتحاد الأوروبي بعد صعود اليمين المتطرف، كيف ترى هذا الأمر؟ هذه حقيقة واقعية، لأنه كثير من توجهات الأحزاب اليمينية بين قوسين المتطرفة ليست فقط هي دعوات للقومية أو دعوات للوطنية المتصلة بالكيان الأوروبي أو ملفات تتصل بالمهاجرين واللاجئين والقادمين الجدد والآخر بطبيعة الحال، لا، هذه الأحزاب لديها برامج حقيقية وأيديولوجيات تدير بها مشهدها، منها ما تظهره على طاولة السياسة ومنها ما تدير به كثير من شؤونها في التفاصيل، يعني حول موقفها من الاتحاد الأوروبي كمنظومة كاملة، ليس فقط لديها موقف من الناتو ولديها موقف من العلاقات مع روسيا ولديها موقف من تزويد من كثير من ملفات الشائكة، ليس فقط على مستوى المهاجرين. لكن النقطة الأهم في هذه النقطة أن هناك على ما يبدو مأزق أو فخ سياسي تدخل فيه هذه الأحزاب. سأضرب لك مثال بالنموذج الهولندي. النموذج الهولندي في نوفمبر الماضي حصل الحزب اليميني بقيادة خيد فيلدرز على الأغلبية في البرلمان، وإلى اليوم دخل في أزمة كبيرة لإيجاد تحالف حقيقي مع الأحزاب الأخرى حتى يستطيع أن يشكل حكومة، ولم يستطيع تشكيلها سوى الأسبوع الماضي بعد حوالي 6 أشهر. لكن في انتخابات البرلمان الأوروبي تفوق اليسار، الأحزاب اليسارية تفوقت في عضوية أو النسبة الأعلى في عضوية هولندا في البرلمان الأوروبي. هذا الفخ قد تتعرض له دول أوروبية ثانية كثيرة، وأيضا قد تتعرض له كما ذكر الأستاذ خطار أنه قد تتعرض له فرنسا بعدم قدرة أي من اليسار أو اليمين أو الوسط الذي يقوده ماكرون على تشكيل أغلبية تحقق له الوصول، وبالتالي يدخلون في فخ أو مأزق العدم القدرة على إيجاد الأغلبية التي تمرر هذه أي قرارات مستقبلة أو إدارة الدولة، وبالتالي لن يستطيع دستوريا أن يحل البرلمان مرة أخرى قبل سنة الرئيس ماكرون، وبالتالي هل سيكون على الطاولة خيار تقديم استقالته؟ فستختلط كثير، لا اليمين قادر على إدارة مشهد بأغلبية كاملة ولا الأحزاب الأخرى قادر على أنها تدير هذا المشهد، وبالتالي يضطرون للدخول في ائتلافات، وهذه الائتلافات في النهاية تضر بالمواطن الأوروبي أو المواطن الهولندي أو الفرنسي أيا كانت بلده، ولكن في النهاية لا يستطيعون أنهم يوجدون هذه القاعدة التي تستطيع أن تلم كل الأطراف، وبالتالي يدخلون في مأزق، وهذا قد يدفعهم مستقبلا ما لم يدير اليمين باحتراف الحملات الانتخابية. إذن دكتور خطر، ما احتمالية تراجع وحدة الاتحاد الأوروبي في ضوء هذا التحول الكبير الذي تشهده القارة الأوروبية وصعود اليمين المتطرف لا سيما في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ يعني على المدى القصير لا خوف على الاتحاد الأوروبي، لأن حزب الشعب الديمقراطي الذي هو الحزب الأكثري لا يزال هو يملك الأكثرية في البرلمان الأوروبي، وهو تكتل الأحزاب اليمينية بقيادة أرسولا فون دير لاين التي ستبقى على الأرجح رئيسة المفوضية الأوروبية، وحتى أحزاب اليسار تحل ثانيا وبعدها الوسط، أقصى اليمين بفئتيه لا يتمكن من فرض نفسه ضمن البرلمان الأوروبي. لكنها رسالة مهمة للمستقبل، رسالة حتى يمكن أن تؤثر على التصويت على بعض القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي
في بعض البلدان الرئيسية. اللافت أن اليمين المتشدد وصل في البلدان التي أسست الاتحاد الأوروبي من فرنسا إلى بلجيكا لوكسمبورغ وحتى غيرها، والبلدان الأخرى في الوسط والشرق حيث الخوف من النفوذ الروسي لم يصل أقصى اليسار، ربما لأن هناك حاجة أكثر للاتحاد الأوروبي. حتى إشعار آخر، الاتحاد الأوروبي يبقى حاجة، لكن هذه رسالة تمثل تراجعاً عن الفكرة الأوروبية. أشكركم شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات. كان معنا من باريس الدكتور خطر أبو دياب أستاذ العلوم السياسية، ومن أمستردام أستاذ أبو بكر بزيب الباحث في الشؤون الاستراتيجية. شكراً جزيلاً لكما. إذن بات البحث عن التحديات والخيارات المتاحة بعد العدوان على غزة أمرا ضروريا للغاية، مع صعوبة إرساء أي هدنة حتى الآن بسبب تعنت وصلف نتنياهو. فالحرب الإسرائيلية متعددة الجبهات، مفتوحة في غزة وفي لبنان، وسط الترقب والتخوف من حرب شاملة قد تنضم إليها دول وكيانات أخرى تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة برمتها، ويصل لهبها إلى مناطق أخرى حول العالم قد تضع الكرة الأرضية في خطر داهم. يبقى السؤال عن مصير فلسطين والفلسطينيين حاضرا وبقوة في كافة الأوساط العربية والإقليمية والدولية، مسؤولين كانوا أو مواطنين؟ والإجابة هنا ستكون متفائلة على غير العادة، لأن معظم الحروب انتهت بالسلام. فلو كان لأي حرب فائدة فللسلام ألف فائدة. وغدا يا فلسطين سوف تشرق شمس الحرية مهما طال ليل الظالمين. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج عن قرب. كنت معكم أنا أمل الحناوي، دمتم في أمان الله.